الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل أمة تفاخر بعظمائها، فتتناقل أقوالهم وحكمهم، وتنشر مآثرهم، وتعلي قدرهم، ولها الحق في ذلك إن كانت تبحث عن العز والرفعة بين الأمم. ونحن أمة الإسلام قد شرفنا الله سبحانه وتعالى بأكمل وأعظم رجل عرفته البشرية، شرفنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أزكى وأطهر وأصدق من وطئت قدمه الأرض، جمع الله فيه عليه الصلاة والسلام ما تفرق في البشرية كلها من المحاسن والكمالات. وقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنة المؤمنين، فلا يمر يوم على المسلم أو المؤمن إلا ويذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 40 مرة، نذكره في صلواتنا في تشهدنا، ونصلي عليه بعد ذلك في صلاة النافلة وفي صلاة الفريضة، نذكره في الأذان عندما نتابع المؤذن، نذكره عليه الصلاة والسلام، نذكره ونكثر من ذكره يوم الجمعة وليلتها، ولا نعلم أحدا لا من الأنبياء والرسل ولا من الملائكة ولا من الملوك يذكره الناس بهذا العدد الهائل كما يذكرون محمدا صلى الله عليه وسلم. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حين قال: ورفعنا لك ذكرك. هذا هو رفع الذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم، يذكر في كل مقام وفي كل خطبة وفي كل صلاة، بل جعل الله سبحانه وتعالى ذكره عليه الصلاة والسلام فرضا من فروض الصلاة. ففي التشهد يجب أن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصلاة لله، لكن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر، في شهر ربيع الأول، وإن كان العلماء قد اختلفوا في اليوم الذي ولد فيه ولم يحصل اتفاق على ذلك، ولد في هذا الشهر، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشهر أيضا ولدت الأمة الإسلامية الكبيرة، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت في هذا الشهر، في شهر ربيع الأول، لا في شهر محرم. فولدت الأمة في هذا الشهر، وفي هذا الشهر أيضا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولحق بالرفيق الأعلى على المسلمين أعظم مصيبة وأعظم رزية في هذا الشهر، وهي وفاته صلى الله عليه وسلم، وانقطاع الوحي بذلك، ورفع الأمان عن الأمة بذلك. فهذه الأحداث الجليلة وقعت في هذا الشهر، وليس الغرض من ذكرها أن نتحدث عنها على أنها من أعياد المسلمين، وإنما هي أحداث نستذكر بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلب كل مؤمن لا تفارقه أبدا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على لسان كل مؤمن، فالمؤمن يلهج بذكره في الصلوات وفي الأذان وفي الأذكار، فلا يمكن لمؤمن أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام في القلب، وتزيد هذه المحبة قوة كلما كان العبد متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبته تكون باتباعه بطاعته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني فاتبعوا رسولكم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بتصديقه فيما أخبر، فلا نكذبه في خبر، نصدقه في كل ما أخبر به، وتكون بطاعته فيما أمر، وتكون باجتناب ما نهى عنه وزجر. محبته تكون بتعظيمه وتوقيره والاقتداء به، هذا هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعله بعض المسلمين اليوم بدعوى محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر لا يرضاه عاقل. ترويع المسلمين بهذه المفرقعات وما يترتب عليها من إيذاء بعضهم لبعض، ترويع الأطفال، ترويع المرضى، ترويع الشيوخ، ترويع النساء، هذا التبذير، مئات عشرات الملايين تحرق في ليلة واحدة، في ليلة واحدة يحرقها المسلم بيده، أليس هذا من التبذير؟ نتساءل مع أنفسنا: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا اليوم، أكان يرضى بهذه الأعمال؟ أكان يرضى بهذا التبذير وبهذا الإيذاء للمسلمين والترويع لهم؟ أكان يرضى صلى الله عليه وسلم أن يقال بحضرته: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ وهو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنما يفعله شبابنا اليوم، بل كهولنا اليوم، حتى الكهول يفعلون هذا من اللعب واللهو والغناء والتبذير، هذا كله مخالف للشرع، لا يقره شرع ولا عقل. فعلى المسلم أن يعرف معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نعلم بأن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال لا يفعلونها احتفالا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يفعلون ذلك من أجل اللعب واللهو فقط، من أجل قضاء ليلة في اللهو واللعب، هذا وغرضهم. أكثر من يفعل هذا إنما يفعله من أجل اللهو، لكن هذا اللهو ما خلقت من أجله، ما خلقك الله عز وجل لتلهو، خلقك الله لأمر عظيم، فإذا لهوت فلا تلهو بباطل. من أراد أن يلهو فليلهو بشيء لا يضر به الغير،
لا يكون فيه تبذير للمال. فنحن مع الأسف ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نتبع هديه وسنته. وإلا فننظر إلى أنفسنا، هل نحن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عملنا، في عبادتنا، في إخلاصنا، في أخلاقنا، في سلوكنا؟ مع أن الله عز وجل أمرنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثير من المسلمين اليوم لا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يتأسون بالممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات واللاعبين. فشبابنا اليوم كثير منهم لا يهتم بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يهتم بالاقتداء بهؤلاء. وقد يكون الواحد منهم، من هؤلاء اللاعبين والممثلين، قد يكون فاجرا، كافرا، ملحدا، نجسا، ومع ذلك تجد شبابنا يقلدونهم، بل يعرفون عنهم أدق التفاصيل في حياتهم اليومية. اللاعب الفلاني يعرف ماذا يفعل في اليوم، أدق التفاصيل يعرفونها. لكن لو سألته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الخلق، لا يعرف عن سيرته شيئا، لا يعرف عن أخلاقه شيئا، لا يعرف عن عبادته شيئا. لماذا؟ لأنه لا يهتم، لأنه لا يريد أن يقتدي بالأكمل، هو يريد أن يقتدي بالسافل. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول العلماء الاقتداء على قدر المحبة. كلما أحب المسلم رسول الله كلما اقتدى به، وكلما ترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ضعف محبته له. لأننا كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحبه؟ كيف تعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ تعظم بمعرفته. إذا درسنا سيرته وأخلاقه ودينه وإخلاصه وعمله فإننا نحبه. أما إذا كنا نجهل كل شيء عن محمد صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة لا يكون هذا الحب على سبيل العادة والتقليد فقط، لا نحبه ذاك الحب الذي كان في قلوب أصحابه رضي الله عنهم. أحبه الصحابة حبا عظيما. لماذا؟ لأنهم عاشوا معه، رأوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه كيف يتعامل مع الصديق ومع العدو، رأوا، نظروا إلى عدله صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته فأحبوه. نحن اليوم لا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن تقتدي وأن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر المستطاع، وتلك هي المحبة، هذه هي المحبة. والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب فرضه الله على كل مسلم ومسلمة، فيجب عليك أن تقتدي به، لأن الله أمر أن نقتدي به، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، الأنبياء والرسل. فعلينا أن نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا نريد الخير لأنفسنا، وأن نتوقف عن هذا اللهو وهذا اللعب. في كل سنة يصاب من يصاب في هذه الليلة، يجرح فيها من يجرح، ويتأذى فيها من يتأذى بسبب هذه الألعاب النارية. فينبغي على المسلم أن يتجنب هذا الأمر، أن يحذر منه، لأنه من التبذير، من تبذير المال، والله عز وجل حذر من ذلك، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والمؤمن لا يرضى لنفسه أن يكون أخا للشيطان. هذا المال تصدق به على جارك الفقير،
تصدق به على عابر السبيل، على المحتاج، على المريض. ففي كل سنة نعاني من هذه المشكلة. كثير من إخواننا مع الأسف من أجل إحياء هذه الليلة بهذا اللهو تجده يقتر على أبنائه طيلة شهر، وقد يستعير المال، قد يقترض المال من أجل أن يشتري هذه المفرقعات، ولا أدري أين هو عقله. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته في قلبك دائما، ليس في ليلة واحدة، لابد أن تكون في قلبك، أن تلهج بذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في كل وقت، أن تتبع سنته. هذا ما يجب علينا أن نفعله في هذه الأيام وفي سائر أيام السنة. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن التأسي ضرورة لا مناص منها، فالناس كلهم يتأسى اللاحق منهم بالسابق، ولا يمكن للإنسان أن يخرج عن هذه القاعدة، فكل منا لابد أن يتأسى بغيره. لكن هذه الأسوة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا كفار قريش إلى الإيمان به، ماذا كان جوابهم؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الأسوة السيئة. لما أقام لهم البرهان على صدق نبوته، ماذا كان جوابهم؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني نتأسى بآبائنا حتى ولو كانوا على الباطل. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا وجوابهم، يتأسون بآبائهم حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الأسوة السيئة. والمؤمن إنما يتأسى بالأسوة الحسنة التي أمر الله بها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذه الأسوة الحسنة، أن تقتدي بالأنبياء والرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إن كان والدك قد أخطأ وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب عليك أن تتأسى برسول الله لا بأبيك، لأن الله ذم أولئك الذين تأسوا بآبائهم وتركوا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المسلم لابد أن يتأسى، ولا يمكنه أن يخرج عن هذه القاعدة، فليكن هذا الذي تتأسى به فليكن أكمل الناس. إذا أردت أن تتأسى وأن تقتدي، فاختر لأسوتك الأكمل، ولا أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المسلم أن يحرص على الاقتداء به والتأسي به، أن يحرص أشد الحرص على أن يقتدي برسول الله. وإياك أن تقتدي بمن لا يصلح للتأسي، إياك أن تقتدي برجل فاجر أو كافر أو فاسق. تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن أن يحرص على هذا،
وعليه أيضا أن يكون صاحب همة عالية. بعض الناس يقول لك أنا لا أقدر على التأسي لأنني ضعيف الهمة ولا يمكن أن أصل إلى تلك الدرجة. لابد أن تكون همتك عالية. ولكن من الذي يملك هذه الهمة؟ الذي يملك هذه الهمة العالية جاء في قوله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ هذا هو الجواب، هذا هو الذي يملك الأسوة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاث: يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذا يجد سهولة في الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، يسهل عليه الاقتداء ولا يجد صعوبة في ذلك، تجده يتبع النبي عليه الصلاة والسلام دون صعوبة. لماذا؟ لأنه يحبه، لأنه يوقره، لأنه يعظمه، لأنه يتمنى أن يكون رفيقا له في الجنة، يتمنى أن يجلس وأن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدافع هذا هو الذي يدفعه إلى الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما من شغلته الدنيا وشغلته توافه الحياة عن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك أنه سيكون أبعد الناس عن هديه وسنته، هذا سيترك الهدي النبوي، سيبتعد عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مشغول بأمور تافهة ليست عنده هذه الهمة العالية التي تدفعه إلى العمل الصالح مقتديا في ذلك برسول الله حتى يكون رفيقا له في الجنة. ولهذا فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم تكون بالتأسي به، بالاقتداء به، أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام في عبادتك، في عقيدتك، في معاملاتك مع الناس، في أخلاقك وسلوكك، في إخلاصك لله عز وجل، تحاول أن تكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أنت لا يمكن أن تصل تلك الدرجة، هذا مستحيل، لكن على الأقل أن نتشبه به عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا أن نقتدي به. وكيف يترك المؤمن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقتدي برجل فاجر؟ والله نتعجب عندما نرى من بعض الناس كيف يقتدون برجل كافر يهودي أو ملحد، يقتدي به اقتداء تاما ويترك أكمل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هو شرف لك، هو أعظم شرف تناله هو أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأن يقيم هذه السنة في بيته على قدر المستطاع، وأن يحذر من الإحداث في الدين. فاتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحدثوا في دين الله ما ليس منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من المحدثات، وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد يعني مردود باطل. فينبغي على المسلم أن يحرص على السنة وعلى اتباعها وعلى ترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه كما فعل ذلك أصحابه رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من أتباعهم والتابعين لهم إلى يوم القيامة. فلابد أن يكون في الأمة من يتبعه عليه الصلاة والسلام، ومن يحيي سنته، ومن يرد ما أحدثه الناس من الأهواء. فهذه أيام نستذكر بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نستذكر بها سيرته عليه الصلاة والسلام، لا من أجل الذكرى فقط، وإنما هذا يدفعنا للبحث عنه عليه الصلاة والسلام، للبحث عن أخلاقه وعن عبادته وعن عقيدته حتى نقتدي به، حتى يكون أسوة لنا
ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.